Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. محمد طلحة and you're watching Learn English with Mr. طلحة. حبايبي طلبة وطلبات صف تالت الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية في حل امتحانات محافظات 2020، واللي هنشتغل فيها النهاردة في المحافظة التالتة وهي محافظة اسكندرية. بس قبل كل شيء اوعى ننسى، يلا نصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تعال نبتدي كده محافظة اسكندرية، وأول سؤال بولي finish the following dialogue. Number one, Baher and an assistant are at a mobile phone center. طبعا باهر والassistant في محل الموبايل. فباهر بيقول له how can I change this mobile? How can I change this mobile? يعني ازاي اقدر اغير الموبايل ده؟ فطبعا الassistant سأل سؤال فقال له nothing wrong but its memory is small. قال له لا والله ما فيهوش حاجة ولكن الذاكرة بتاعته صغيرة. يبقى إذن كان بيسأله يقول له هو في إيه؟ ما الأمر؟ المشكلة؟ يبقى إذن ممكن أقول what wrong with it؟ يعني ماذا به؟ or what's the problem with it؟ يعني المشكلة اللي فيه؟ فقال له nothing wrong but its memory is small. قال له والله الميموري بتاعته صغيرة. فالاسيستنت قال له oh with a 3GB memory. oh احنا عندنا موبايلات مثلا ب 3GB memory. so I can say we have mobiles. قال له احنا عندنا موبايلات with 3GB memory. طبعا بميموري 3 جيجا بايت. وطبعا ممكن اقول له you can replace it. يعني ايه you can replace it؟ يعني ممكن تستبدله بي. so you can replace it with a 3GB memory. you can replace it with a 3GB memory. فطبعا قال له it's good but فبيكمل له قال له I think you would prefer the black one. I think you would prefer the black one. يبقى اذا ممكن يقول له فوق but I want يعني أنا أريد another color. another color يعني لون تاني. تاني another color يعني لون تاني. أو I want to change the color يعني أنا عايز أغير اللون. فالأسيستنت قال له I think you would prefer that black one. قال له متهيألي إن أنت هتفضل الأسود ده. فقال له yes that's what I want. سأله سؤال قال له about extra 200 باوند. يعني اكسترا دي بمعنى زياده، يعني معناها ان انت هتدفع 200 جنيه زياده. فاذا هقول له how much should I pay. هدفع قد ايه يعني how much should I pay، يعني المفروض ان انا ادفع قد ايه. فهقول له about extra 200 باوند. تعال نشوف situations. بيقول a player in your team is not playing very hard. يعني لعيب في فرقتك ما بيلعبش بجد. طبعا اكيد انا هنصحه واقول له you should play hard. يعني يجب ان تلعب بجد. تعال نشوف نمبر 2. بيقول a tourist asks where he or she can buy a map. طبعا في سايح بيقول لك منين اقدر اشتري الماب. طبعا هقول له I suggest. قلنا suggest بمعنى يقترح. the tourist information center. طيب تعال نشوف نمبر 3. بيقول لي you remind your brother to enter the school science competition. بتفكره وانا لما اجي اذكر حد يا اما اقول له you mustn't forget or you must remember. فاذا هقول له you must remember to enter the school science competition or you mustn't forget or don't forget to enter the school science competition. تعال نشوف القطع معانا. بقول read the following then answer the questions. On a ship far out at sea a sailor looks up at the sky. He sees a beautiful white bird. بيقول لي في سفينة في عرض البحر بيقول لي ان في بحار ينظر الى السماء فشاف طائر ابيض جميل. It is flying high up in the sky. طبعا طائر عالي في السماء. يبقى ايه دي عايدة اكيد على الوايت بيرد على الطائر الابيض. It's an albatross. The sailor is happy to see it. كان سعيد ان هو يشوفه. Many sailors believe that
if they see an albatross they will have good luck. يبقى إذا بيعتقدوا إنهم لو شافوا طائر الباترس طبعا هيحالفهم الحظ أو هيحظوا بحظ سعيد. Albatrosses are seabirds. طبعا نوع إيه من الطيور؟ قال لي دي طيور بحرية. They fly over the sea looking for fish to eat. طبعا ليه سموها seabirds؟ لأنها بتطير فوق البحار دايما عشان تبحث عن سمك تاكله. They only go onto land to look after their chicks. طبعا بيروحوا بس الى اليابسة عشان يعتنوا بالكتاكيت بتاعهم. كلمة chick بمعنى كتكوت. Albatross chicks can't fly. طبعا الكتاكيت بتاعتهم اكيد ما بتعرفش تطير. They live on land, بتعيش على الارض او اليابسة, until they learn to fly, لغاية ما يتعلموا ان هم يطيروا. Their parents bring them fish to eat, بيجيبوا لهم طبعا سمك عشان ياكلوا. Sometimes an albatross has to fly more than 1000 kilometers to find fish for its chick. ساعات بيطير 1000 كيلومتر عشان يقدر يحصل سمك للصغار بتاعته. It may be away for 2 weeks. When the chicks is 4 months old, the parents leave it. قال لي لما صغار بتاعتهم بتوصل للأربع شهور وخلاص بيتركوهم. Then the chick must find its own food. لازم هو اللي يلاقي الطعام بتاعه. So it must learn to fly quickly. لازم يتعلم ازاي يطير بسرعة. The first question, أول سؤال بيقول لي why do sailors like albatrosses? ليه الصيادين بيحبوا طيور albatrosses؟ طبعا الإجابة هتبقى many sailors believe that if they see an albatross they will have good luck. طبعا لو هم شافوا الطيور دي هيجي لهم حظ سعيد. تعال نشوف number 2. بيقول لي what kind of birds is an albatross. طبعا من أي نوع طيور هو؟ طبعا هقول sea birds. تاني sea birds يعني طيور بحرية, يعني بتطير فوق البحر عشان تبحث عن الأسماك. number 3. بيقول لي for how long do albatross chicks need their parents. طبعا محتاجة الآباء بتاعتها لغاية امتى. طبعا الطيور الصغيرة قلنا بعد 4 شهور بيسيبوهم, فبالتالي هقول 4 months. تاني 4 months يعني 4 شهور. The underlined word it refers to, قلنا it هنا عايدة على الوايت بيرد. الوايت بيرد. تعال نشوف number 5. بيقول the word chick means. طبعا chick دي معناها baby يعني صغير. تعال نشوف كده الريدر بتاعنا. بيقول لي مسز جوردن. مسز جوردن called the new horse black beauty. طبعا هي اللي سمت الحصان الجديد black beauty. طب تعال نشوف جو. مين جو؟ طبعا ده جو جرين وهو المساعد الجديد بتاع جون مالي. فبالتالي جو ده ماله؟ هقول learned to sweep the floor and wash the carriages. تعال نشوف نمبر 3. بيقول ايرل سميث. مين ايرل سميث؟ قال لي the new owner of Black Beauty. ده كان المالك الجديد بعد سكوير جاردن. وده had helper called York. طبعا المساعد بتاعه كان اسمه يورك. طيب تعال نشوف بقى ميريليجز. ميريليجز ماله؟ طبعا اكيد ميريليجز was always so careful with the children. كان حريص على الاطفال. ودليل على كده حتى لما هم زعلوه مرضاش طبعا kick them, مرضاش يرفصهم, ولكن بس مجرد ان وقعهم عشان يديهم listen درس. طب تعال نشوف الـ first question. السؤال الأولاني بيقول لي how do you know that Black Beauty had a good mother. طبعا إزاي عرفت إن Black Beauty كان عنده أم جيدة؟ طبعا هقول she always gave him good advice. يعني دايما كانت بتنصحه نصايح جيدة. طب تعال نشوف السؤال التاني. بيقولي what do you think of the young rider who smoked a cigarette. طبعا ايه رأيك في young rider, في الشاب اللي هو دخل وكان بيدخن سيجارة؟ اكيد هقول he was careless. careless بمعنى كان مهمل. he was careless. تعال نشوف لتشارلز الاختيار. بيقولي I have a new text from my mother. So it's text message. text message يعني رسالة نصية. تعال نشوف number 2. بقول what time does it become in the morning. طبعا what time does it become in the morning. طبعا في الصباح امتى الدنيا بتنور في الصباح, فحقول does it become light. light بمعنى مضي. تعال نشوف number 3. بقول in the desert, في الصحراء, they were as they lost
their food. طبعا طالما فقدوا الطعام يبقى كانوا بيموتوا من الجوع، ويموت من الجوع اسمها starving starving. طب تعال نشوف number four. give me a to get to your house please. طبعا حاولوا اديني الايه عشان اوصل البيت، اكيد حاولوا اديني الاتجاهات، والاتجاهات اسمها directions. number five. Noah invented a that produces energy from local materials. طبعا produce بمعنى ينتج، وenergy بمعنى طاقة. from local materials، local materials اللي هي مواد خام محلية. طبعا invented ايه؟ اكيد حول invented a device، قلنا device بمعنى آلة او أداة. طيب تعال نشوف كده the next number 6. بيقول لي reading after dinner I write emails to friends. طبعا هنا دي شبه جملة مش جملة كاملة، طيب فبالتالي مش هقدر اقول when ولا so. امال حول ايه؟ حول in addition to، لان in addition to معناها بالاضافة الى. هنا انا بجمع فعلين اتنين، فحول in addition to reading after dinner بالاضافة الى القراءة بعد العشاء، هقول I write emails to friends، بكتب ايميلات لاصدقاء. تعال نشوف الرايت. بيقول لي منى كود فينيش ذا بروجكت يسترداي. بيقول لي استعمل ايبل. طبعا هنا هبدا بمنى عادي جدا، قلت طالما هستعمل ايبل مكان كود هجيب قبلها واز اور وير. طبعا منى تاخد واز، فبالتالي هقول منى واز ايبل تو فينيش ذا بروجكت يسترداي، يعني منى كانت قادره انها تخلص البروجكت امبارح. طب تعال نشوف نمبر 2. بيقول يو دونت هاف تو باي تو جو انتو ذا ميوزيوم. طبعا انت مش مضطر انك تدفع فلوس عشان تدخل المتحف، بيقول لي فري. طبعا هنا ممكن ابدا بايت واقول اتس فري، يعني مجاني تو جو انتو ذا ميوزيوم، يعني مجاني انك تخش الايه المتحف. او ان انا اقول going، يعني ابدا بالفير بلس اي ان جي واقول going into the museum is free، يعني دخول المتحف مجاني. نمبر 3 بيقول لي do you feel happy when you listen to music. طيب listening، بيقول استعمل listening، يعني استعمل مكان listen اللي هو الفعل اللي في المصدر، listening الفير بلس اي ان جي. فاذا هقول do you، وبدل feel happy هجيب كلمة enjoy وأقول do you enjoy listening to music. طب في حل تاني، قال لي أيوة عادي جدا، ممكن أقول do you like listening to music، ممكن أقول are you interested in listening to music. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا فعل الجرس وكمان اشترك في القناة عشان تتابع باقي الامتحانات ان شاء الله. اوعى تنسى صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Goodbye. السلام عليكم.